بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مستر منتصر علي، وإن شاء الله نكمل مع بعض لجونيور سيكس. خدنا المرة اللي فاتت نص الدرس تقريبا عن الثرمومترز الميديكال والسيليزيس. النهاردة بنكمل بقية الدرس مع بعض، يلا بينا. طيب اشمعنى الميركري؟ ليه اختاروا الميركري؟ لو بصيت على الميركري ده كده لونه سيلفر فضي، والإزاز بيبقى شفاف، يبان منه الفضي ولا لأ؟ يبان. طب أنا أحط أي عصير ما هيبان، عصير مانجا هيبان من الإزاز ولا لأ؟ هيبان. لكن حاطط بقى ميركوري لأسباب تانية مش ده بس، في عندي 5 reasons، 5 أسباب. نمبر 1 قلنا it is a silver liquid can be easily seen from the glass، يعني هو لونه فضي ممكن اشوفه بسهولة من الازاز. Number 2 it is a good conductor of heat، يعني جيد توصيل الحرارة، بمعنى ان هو هي expand by heat، يتمدد بالحرارة، and shrink or contract by cold، وينكمش او يتش بالبرودة. هل المانجا هتعمل كده؟ هل سوائل تانية ممكن تعمل كده؟ صعب. والأصعب اللي جاية بقى expand by heat regularly، يعني يتمدد بانتظام، يعني كل درجة هيمشي حتة معينة، مش يقدم خطوتين بعد يرجع خطوة، لا هو كل درجة حرارة بيتقدم بانتظام. و mercury doesn't stick، يعني ما بيلزقش، doesn't stick to the wall of tube، ما بيلزقش في جدار الأنبوبة. يعني انت لو شربت عصير جوافة بعد ما بتشرب تلاقي الكوباية كلها مليانة في على الحروف بتاعتها في بواقي أو بقايا العصير، لكن ميركوري ما بيلزقش زي ما كده في الصورة اللي عندك، بيكوب وما بيلزقش بينزل على طول. فالميركوري كده doesn't stick to the wall of tube. Number 5 mercury is liquid between negative 39 and 357 celsius، يعني اي عصير او اي حاجة تحطها في التلاجة عندك بتتجمد، الميركوري لا، عشان يتجمد محتاج 39 درجة تحت الصفر، negative 39 يعني تحت الصفر. والمية بتغلي عند كام؟ قلنا عند 100، لكن دي عشان يغلي محتاج 357، محتاج رقم عالي. بمعنى كده المدى بتاعه واسع، ممكن يقيس درجة حرارة حاجات كتير، حاجات بتتجمد تحت الصفر أو حاجات درجة حرارة غليانها فوق 100، فالمدى بتاعه واسع. يبقى and this gives a wide range of measuring temperature، بيدي مدى واسع من قياس درجة الحرارة. يبقى هو الوحيد او اكتر واحد فيه الصفات اللي تخليه ينفع لسيرمود، سواء ميديكال او سيليزيس، ده او ده الاتنين فيهم ميركري. How to use the medical thermometer to measure your temperature، ازاي استعمل الميديكال ثرمومتر عشان اقيس درجة الحرارة؟ ناس هتقول لي ما سهل، احنا بنقيس درجة الحرارة بنحط الترمومتر وبنقيس. هنقول لك هو في خطوات كده تخلي بالك منها ومحل أسئلة برضو ممكن تيجي فيها. يعني المفروض أول خطوة هتقول لي أحط الترمومتر، لا، أول خطوة sterilize the medical thermometer using ethyl alcohol، يعني تعقيم الميديكال ثرمومتر باستخدام كحول إيثيلي، يعني تعقيم الميديكال ثرمومتر الترمومتر الطبي ده باستخدام كحول ايثيلي، يعني سبيرتو، بس سبيرتو نضيف شوية بيبقى من الصيدلية. طب واي ليه بعقمه؟ انت بالنسبة لك في البيت لو واحد مريض او بتروح عند دكتور وبيقيس لك الحرارة، ما بيحطه من عيان لعيان لعيان، فلو واحد عنده مرض ممكن يتنقل للتاني، لكن بيتعقم ليه؟ to kill microbes، عشان يقتل الميكروبات. يوم لما يجي يخلص شغل وبتاع ما يحصل شيء او ما ينقلش امراض تاني. طيب يبقى اول خطوة ان احنا عقمناه. طب وبعدين؟
واحد يقول لي نحطه بقى ايه انتر نيور ماوس. لا ليش؟ ليه؟ لازم تعمل له دراي للثرمومتر فيري ويل يوزنج ا بيبر تيشو، يعني عشان طعم الكحول ما يجيش في بقك يبقى طعم زبرت وبتاع، بيتمسح. وبعدين بقى الخطوة اللي انت عارفها، بس قبل ما ايه يتحط لازم تعمل حاجة، شيك للثرمومتر ويل، يعني رد الترمومتر كويس. طب ليه هو هيهرب؟ أرده ليه؟ الترمومتر لما طلع، لو انت سيبته كده بيقيس درجة حرارة الجو. طب انا أرده ليه بقى؟ عشان يرجع الميركوري لمكانه تاني، to make mercury goes back to the bulb، عشان الميركوري يرجع للبلب بتاعه، للمستودع بتاعه. وبعدين بقى دي الخطوة اللي انت تعرفها. يبقى في 3 خطوات قبل اللي احنا نعرفها. put the thermometer under the tongue for a minute، حط مدة دقيقة. بعد كده read the thermometer out from the mouth and record the reading on it، وطلع الترمومتر من الماوس وشوف القراية بتاعته كام. طب وبعدين هو فيها بعدين ما خلصت كده؟ لا، في خطوة كمان، تعمل نفس العملية الأولى، sterilize the thermometer using ethyl alcohol and put it in its box، يعني لو عندك ايه الكفر بتاعه عقمه وبعد كده حطه في الكفر بتاعه عشان ما يلقطش ميكروب بتاع من الجو، من الكفر يكون وانت فتحته في ميكروب دخل، فايه امان الامان. يعني نخلي بالنا من النقط دي. نمبر 1، the temperature of the natural human is 37 degrees celsius، يعني درجة حرارة البني آدم العادي 37 لو ما عندوش أمراض. نمبر 2، don't brush or don't sneeze on your teeth. واي، يعني ما تضغطش عليه بسنانك، هو مش مستيكة يعني. طب ليه ما تضغطش عليه بسنانك؟ not to break the thermometer، لأنه هو أزاز لو ضغطت عليه ممكن يتكسر. طب وفدايا ما يتكسر يعني؟ يتكسر ماشي، لكن الميركري is toxic أو poisoning، يعني ده مادة سامة فهيخش بوقت فتتسمم وتموت. يبقى not to breathe the thermometer as mercury is toxic. The medical thermometer must be kept out of reach of children. لازم الميديكال ثرمومتر يبعدوا عن الأطفال. ليه؟ لسه قايلين إن هو ممكن يتكسر، ولو اتكسر الميركري هيخش ويعمل تسمم. يبقى بتقول ميركري is toxic or poisoning، لأنه مادة سامة. طيب when you measure the temperature of the liquid the thermometer must be vertically and the direction of sight must be perpendicular to the thermometer، يعني الترمومتر لما اجي احطه في ليكويد بيتحط بالشكل ده، يبقى ده اسمه vertical رأسي. طب وانا ابص عليه ازاي؟ قلنا مش هنطلعه، هنبص عليه وهو موجود، فيبقى نظرك عليه بيربنديكولار عمودي، انت هتبص مثلا من الجنب ده تشوف اخر السائل لحد فين بتاع الميركري وتبص عليه كده، يبقى انت ايه نظرك السايد بتاعك هيبقى بيربنديكولار عمودي، فتقدر تقرا الرقم صح. There are some modern digital thermometers to show the temperature in the form of feeders، يعني غير النوعين دول قلنا في أنواع تانية، في النوع الديجيتال بقى، فده بيبقى على هيئة ايه أرقام صور، في أنواع كتيرة لقياس الحرارة وخاصة ليه للأطفال، لأن قلنا إن ايه الميديا مش هينفع أحطه تحت لسان الطفل، مش هيقدر يخليه تحت لسانه وهو مش عارف. ففي أنواع تانية تقدر تقيس الحرارة. في حاجة دي؟ طيب ليه reason we can't measure the temperature by touching، ليه ما ينفعش أقيس ده الحرارة باللمس؟ قلنا لو حطيت ايدك على الحلة، ابنك سخن مثلا وحطيت ايدك، هل ده هيديك درجة الحرارة؟ هيعرفك سخنة ولا بارد، لكن مش هيقولك الدرجة. يبقى because sense of touching help us to find out if the object is hot or cold، حاسة اللمس دي هتعرفني سخنة أو بارد، but it can't measure the temperature، لكن مش هتعرفني درجة الحرارة بالظبط كام.
Number two, you must sterilize the medical thermometer using ethyl alcohol. لازم نعقم الميديكال ثرمومتر بإيسايل الكحول عشان ايه في ميزة في الإيسايل ده ان هو بيقتل الميكروبات. اول واحدة to kill microbes و number two to prevent transferring diseases between patients، يمنع نقل الأمراض ما بين المرضى لأنه مش بيستعمله المريض واحد، كذا مريض بيقيس له درجة الحرارة فممكن ايه المرض ينتقل من واحد للتاني، فالإيسايل الكحول بيمنع نقل الأمراض. Number three, we don't use medical thermometer to measure the liquid temperature. قلنا ليه ما ينفعش الميديكال أقيس بيه درجة حرارة الليكويد، والميديكال من 35 ل 42، أنا لو حطيته في حاجة فوق ال 42 مش هيقيسها، هيفرقع، وأقل من 35 مش هيقيسها. يبقى because medical thermometer can't measure temperature less than 35 or more than 42. We don't use Celsius thermometer to measure the human temperature. طب ليه بتاع السيلسيوس ما ينفعش أقيس بيه حرارة الهيومن برغم إن هو من 0 لـ 100 يعني هيعدي على 37؟ عشان ما فيش constriction. Because there is no constriction so the mercury returns back quickly. ما فيش constriction ما فيش اختناق فالمركري هيرجع بسرعة. يرجع فين؟ to mercury bulb. طب ما يرجع، لو رجع بسرعة مش هلحق القطة وهي ماشية، مش حال حي أقيس الحرارة. And we can't read the temperature correctly or easily. وساعتها مش هقدر أقيس الرقم بتاع درجة الحرارة بسهولة. في حاجة دي؟ طيب. Complete number one. The idea of working thermometers is that liquids displaced by heat and displaced by cold. يعني فكرة عمل الترمومتر إيه؟ إن الليكويد بيحصل له إيه؟ by heat. تقريبا اللي اخدناها المرة اللي فاتت لو حطينا الدورة في مية سخنة كان بيحصل له ايه، لو حطيناها في مية ساقعة كان بيحصل له ايه. كنا قلنا ان هو expand by heat بيتمدد بالحرارة و shrink or contract by cold بينكمش بالبرودة. طب number two, there are two types of thermometers. كان عندي نوعين من الترمومتر، الطبي و اللي هو بتاع الهيومن، وكان فيه اللي هو بتاع الليتود والويزر. طب بتاع الهيومن مين؟ ميديكال، والتاني بتاع الليتود والويزر سيليزيوس بتاع الطقس او سب ايه ده بنقول لو سبته في الهواء بيقيس الجو اللي هو سيليزيوس. We use the space thermometer in measuring the temperature of the liquids. مين بقى في الاتنين دول اللي ينفع للليتويد، ميديكال ولا سيليزيوس؟ سيليزيوس. أمال مين كلينيكال؟ في ثرمومتر اسمه كلينيكال، اللي هو الميديكال، فيقول لك ميديكال أور كلينيكال الاتنين واحد. طيب the graduation of the medical thermometer is from to التدريب بتاع الميديكال اللي هو الطبي من كام لكام؟ محدش يقول لي من زيرو، مفيش بني آدم درجة حرارته هتوصل زيرو، فعشان كده عملوه من كام؟ من 35 ل 42. طيب مفيش بني آدم حرارته أقل من 35 أو أعلى من 42. طيب number 5, mercury is liquid between space and space degree. المركري نفسه هو liquid، يفضل liquid ما بين حرارة كام وكام؟ خدناهم في صفات الليكويد، من negative 39 يعني من 39 تحت الصفر لحد 357. يوم حاجة دول؟ هاي right or wrong. You can use the hand to know the temperature. ينفع استعمل ايدي عشان اقيس الحرارة، درجة الحرارة. خدنا سؤال ان احنا ما ينفعش بايدينا نقيس درجة الحرارة، خدناها في الدرس اللي قبل كده. ممكن أقيس الهيت أعرف ده hot or cold، لكن ما أقدرش أقيس temperature نفسها، مش هيديني درجة. حط إيدي كده على الحلق مش هيديني الدرجة كام، يبقى الجملة دي wrong. Celsius thermometer scale starts from 0 to 100 or 200. السيليزيوس اللي هو المئوي بتاع الليكويد من 0 لحد 100 ممكن يوصل ل 200،
الجملة دي right. mercury is good conductor of heat، أنا بستعمله في قياس الحرارة، يبقى أكيد هو good conductor of heat، واخدناه من الصفات بتاعته. Celsius thermometer is used to measure. Celsius thermometer is used to measure the temperature of human. Celsius اللي هو من 0 ل 100 ينفع للهيومن؟ ما ينفعش، لأن هو ما فيش construction. على ما تطلعه من بق المريض وتشوف الحرارة هيكون رجع، يبقى مش هيقيس الدرجة صح. When measuring the temperature of liquid we place the thermometer horizontally into the liquid، وأنا بقيس درجة حرارة ال liquid بنحط الترمومتر horizontally أفقيا. هي الكوباية هيبقى فيها ال liquid ده هيبقى محطوط أفقيا، أنا بحط الترمومتر vertical رأسي مش horizontal أفقي، خلي بالك بحطه من فوق لتحت مش بحطه وهو نايم بالعرض، يبقى الجملة دي رونج. طب لحد هنا يبقى خلصنا درسنا وراجعنا عليه وحلينا عليه، نخلي بالنا منه ونذاكره على بعض، وإن شاء الله يبقى سهل، وإن شاء الله نلقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.